رفضت الفنانة ياسمين بالقاسم التعليق على سؤال أحد متابعيها، حيث اكتفت بكتابة جملة: عندما يقرر الجزائري حياتك وأدق تفاصيلك، وهذا في إشارة منها لحشرية البعض ودخولهم في أدق تفاصيل الآخرين. وكان السؤال اللي وجهته المتابعة بخصوص تأخر ياسمين في الإنجاب، مع العلم أن ياسمين سبق لها وانصرحت أن هذا القرار يخصها وحدها هي وفقط. تعافت الفنانة الشابة سميرة لورانيز من فيروس كورونا تماما، وهذا ما أكد منسقها الإعلامي رايان بيرفكت أمس لبرنامج كلوزر، وكتباته هي أيضا عبر ستوري لها على الإنستغرام. كذلك بدأت الشابة يمينة في التعافي من ذات الفيروس، وهذا بعد حجر صحي ومنزلي خضعت له الفنانة، بالرغم مما تروج بعض الصفحات أن وضعها الصحي حرج وأن الفنانة بحاجة للدعاء.